مدينة أدرار هي مدينة جزائرية، وهي عاصمة ولاية أدرار التي تقع في جنوب غرب دولة الجزائر، والتي تعد ثاني أكبر ولاية في الجزائر. ومدينة أدرار هي أكبر مدن واحة توات الواقعة في الصحراء في جنوب غرب الجزائر، وكان يطلق على مدينة أدرار في السابق اسم التيمي. شهد قطاع الفلاحة بولاية أدرار تطورات لافتة بفضل الجهود المبذولة منذ الاستقلال، أكسبتها مقومات تحمل آفاقاً واعدة في الشعب الاستراتيجية، لا سيما الحبوب والذرة، والتي تؤهلها للمساهمة في كسب رهان تحقيق الأمن الغذائي الوطني. هذه فيها اون كاباسيتي تاع 100 طن، فريمون 100 طن. هذه واسمها كلاس، وصح هي كلاس، بارك الله. دونك ابري نوري لكم العمليه كيفاش يصرى كلش من الفوق. ايبا الخلاصه انه ما بين الحقيقه والخيال، انه الحقيقه حنا قدرنا من الصحراء قاحله تبارك الله نزرعوا ونحصدوا، والخيال تريكو خريطة أوكين علاقة يا حسرة. كما تتوزع مختلف أصناف الحبوب المزروعة تحت الرش المحوري على ما يفوق 16,000 هكتار للقمح الصلب، يتوقع منها إنتاج أزيد من 800,230 قنطاراً و136 هكتاراً للقمح اللين. خرجنا من البيرو تبان لي هكا خير. هكا خير، شوف حلل وناقش. هنا رانا في ولاية أدرار، الناس حصدت وزرعت والخير راه كاين. هاد الولاية اللي مدت بزاف للجزائر، وكانوا يقولوا بلي الجنوب من وقت فات هو يمد لنا في البترول، واليوم تاني راح يمد لنا الزراعة ويمد لنا الفلاح. أدرار بوابة الساحل 300 كيلو على حاجة. نو سيلمون بوابة الساحل، بوابة افريقيا. ايه الساحل الافريقي، بوابة تاع الساحل الافريقي. راك تشوف الخير هذا كاع اللي راهو كاين. تحيا الجزائر وتحيا الجنوب واقصى الجنوب. صحيح، ومازال الخير القدام. انا واش يتبان لي سنقري، اسمح لي مع كل احتراماتي، انا يتبان لي هذه ارتيفيسيال ماشي صح. وانت هذا الذكاء الجزائري. هذا الذكاء الجزائري. هذا الذكاء الجزائري. فوالا، الذكاء الاصطناعي تاعهم تاع الاخرين، هذا الذكاء الجزائري. ودوك نشوف روح. واش راكم تشوفوا؟ هذه عينة صغيرة في هذا المحيط الصغير. فيها 1500 هكتار و28 مرش محوري. أما الأرض مازالها واسعة
وخير كبير كبير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا بكم. السلام عليكم. عليكم السلام. حياك الله في الجزائر. مرحبا بكم. شكرا. مرحبا بك في الجزائر. الله يسلمك. شكرا. خويا العزيز باش نتفاهموا دقيقة على أولاتها. بسم الله. باش ما يقولوش كذا باسكو كلش راهو خضر هنا تبارك الله. الحمد لله. هنا وين رانا باش نقولوا لهم؟ هنا رانا في منطقة تيموكتون تابعة لولاية البلدية أولف لولاية أدرار. أضرار. 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 زيد عاودها. أضرار. صح. أضرار وخضرة بإذن الله. صح. بإذن الله كي قلت خضرة شوف أنا شفت شوف أنا حندير يدي نجبد حاجة هكا فار هكا فار هكا بلا ما تقول الله. واحدة واحدة. تبارك الله. ألور حللوا ناقش بسم الله. بسم الله درك هنا راكم في شركة دونايسر. شركة تركية جزائرية يعني هي هنا كاين حوالي 200 خدام جزائري وحوالي 20 خدام تركي بين يعني مهندس وعامل يومي وشركة تختص في زراعة الحبوب بصفة عامة اللي هو القمح الشعير والفصة والذرة نعم وكذلك كاين هذه المنطقة اللي راكم فيها هي منطقة خاصة بزراعة الخضروات واللي منها الدلع باش نتفاهموا هذه رياليتي وهذه شوف وين راني نتمشى باسكو تبارك الله شوف الارض تجيب الارض هنا باش تفهموني علاش راني كي نتمشى راني نتكعول الارض تجيب ونعاودها هذا فري ماشي ذكاء اصطناعي لو كان نخدمها كامل بالك نقعد شهر وما نكملش اون توكا الخلاصه اللي نقدر نقولها كي تكون الاراده السياسيه وتكون اراده ثاني تاع المستثمرين وتتجسد في ارض الواقع ريزولتا يكون جنه كيما رانا نشوفوا فيها ولا واش قالوا الكاتب كلام صواب هذه هي هذه هي الاراده السياسيه دعم تاع الدوله عزيمه تاع المستثمرين جزائريين ولا الاجانب عطتنا هذا الواقع الحقيقي اللي ماهوش ذكاء اصطناعي واقع حقيقي نو نقدر نقولوا هو ذكاء جزائري تسمى جزائري شفنا القمح شفنا الحبوب شفنا ايضا هاوليك الدلع شفنا امور كثيره وكيما قلت لو كان نحب نورو كلش شهر وما يكفي بزاف ولكن الاراده السياسيه وعزيمه المستثمرين وعزيمه الفلاح الجزائري هذه الواقع اضرار اللي اي واحد تقول له اضرار يقول لك اضرار صحراء صحراء قاحله هاي النتيجه راهي توكل كاع الجزائر فوالا وراهي ايضا بوابه افريقيا ان شاء الله نتمنى ويقول لك واحد المثل يقول لك الايام اللي يروحوا خير من اللي يجوا ولكن انا واش انا حنقول الايام اللي راهم جايين خير من اللي فاتوا السلام عليكم تعد مدينة أدرار من المدن السياحية ففيها الكثير من المباني التاريخية الجميلة التي تعكس تاريخ المنطقة والحضارات التي مرت بها أنا أشوفه الله يبارك مغارة هذه كبيرة وشابة هذه بصح كاين حاجة أي البرودة هنا نو هنايا في الشتاء تلقى هدفية وفي الصيف تسيبها باردة هذا واش راني نشوف على قاش هذه مغارة شحال حفرها الواد هذه طبيعية صحيح هذه محفورة جاية من البلاصة هذيك راكم تشوفوا فيها من تماك مازالت زايدة منا ما جا الواد منا جا الواد إيه مازال حنا ما عرفناش منين العمل النهائي نتاعها ما لقيناهاش مازال ما سما ما حبيتو تزيدو تحضرو ما علاقاش منا يقول لك رايح تروح تحبا شايف كيفاه ومن بعد تعاود توقف مسمع يعني ماكش رايح توقف كيما هكاك تمشى اسمح لي ايه يعني كاين طريق اكيد كاين ما على بالكمش وين تدي ما على بالناش وين تدي قادر بالك تصيب بالك تلقى تصيب مغاره واحده اخرى كبيره ولا تمنطيط هذه فيها على حسب الاقوال كانت فيها 366 قصر يقول لك 366 قصر على حسب العام على حسب لي جور نتاع العام لي جور نتاع العام
كانت هنا في كانت هنا في في, في طامطيط. تسمى بحال ثاني يقول لك كيما هذه هنايا دوك وين رانا؟ رانا في قصب للداود. هنا ماشي كان سوق. السوق هذا السوق هذا منا السوق. هذا هو كاع هذا منا السوق. صحيح. السوق هذا وشوف كان هذه لاغوت هذه لاغوت لا روح شوف شوف نوريك منها لاغوت ديزارتيزا هنا هذا 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 لاغوت نتاع نتاع ليزارتيزا كاع ليزارتيزون اللي كان هنا في طامنطيط كانوا هنا اسم هذا الشارع نتاع نتاع ليزارتيزون فيه الخرازين اللي يخدموا الفضه اللي يخدموا الطين اللي يخدموا الفورجورون كلها كانت هنا في في, في هذا الشارع ويقول لك كانت فيها 366 حداد بكل شيء ما هو شحال من القرن ولا قرون القرون على حساب الاقوال مازال ما عندناش لي دات اكزاكت يقول لك 500 ما عرفوهاش باسكو يقول لك على حساب على حساب الاقوال يقول لك في الدنيا يقول لك زعما 7 سنين قبل الهجره نتاع الرسول صلى الله عليه وسلم كانت مطيط اكزيست في هذيك لو مومون سبحان الله وعلى حسب الرحاله كما العياشه بن بطوطه هذو كاع اللي داروا الرحلات في ذاك الوقت يقول لك فتشوف زعما يحكوا على هذه على هذه طامنطيط باسكو قال كانت هي كانت تنجم تقول كانت هي الاولى هنا في, في, في على حسب المنطقه نتاع نتاع تواد هذه طامنطيط موفمون شباب تبارك الله راكم تشوفوا هنا صحاب البارود راكم تشوفوا كاع لي كاتيغوري احنا من زمان أدران الخير فيها بس راك عارف الامكانيات اليوم الحمد لله الظروف توتات الناس راهي بدات تعرف حست بأدران الحمد لله كما نقولوا مازال الخير لقدام شفنا هذا العام هدايا تبارك الله الارض مدت عندكم في اضرار واش تقدر تقول لي على هذا الحمد لله هذا بفضل السياسه الرشيده تاع رئيس الجمهوريه والمجهودات الجباره تاع السيد الوالي ولايه اضرار والسلطات المحليه وان شاء الله مازال الخير لقدام ان شاء الله لا شيء مستحيل راك تشوف كما الصحراء تاع كاليفورنيا كانت صحراء قاحله صح ولا تجنى بصح فضل التكنولوجيا الجديده والسياسه كي تكون حكيمه ورشيده ولا تجنى ما تصورش كيفاش كانت يعني دوكا راح يتبدل المنظور الناس كيفاش يشوفوا الصحراء بكري كانوا يشوفوا الصحراء يشوفوا قاحله عقارب حنوشه الان صحراء راهي خضراء الحمد لله هذا بفضل سواعد الرجال الصحراء اصبحت خضراء حتى الجو تغير اصبحت درجه الحراره في فصل الصيف امطار ودرجه حراره منخفضه ومادام الدوله راهي تشجع هاد الفلاحين بكل المواد اللازمه المستقبل نتاع الصحراء راح يكون هو الذهب الاخضر نتاع ان شاء الله نتاع البلاد ان شاء الله والله غير ما شاء الله خيرات بلادي ان شاء الله نشوفوا البلاد كاع في التقدم والازدهار وكما قال لك الذكاء الاصطناعي انا اسمع ذكاء اصطناعي ما عليش لو كان ذكاء الاصطناعي يا خويا مرحبا به المهم راه يمدنا في القمح اخويا واش هذاك ذكاء وادي يا خويا نقول لهم حنا ذكاء جزائري خويا ذكاء جزائري بارك الله فيك هذا سيت الله يحفظك جزائري ها هي الجزائر ها هي الجزائر الله يحفظك احبابك ربي يحفظك امان الله يحفظك ودي تحيه الخدمه تحيه الخدمه الصباح كاع تحيه الناس الدماره الى الصباح ودوك خوتنا المره راه كنقول لهم زيد يصلوا ركعتين وهم دول الطراب ريحوا قال الذكاء الاصطناعي قال لك ذكاء اصطناعي ايوا قول له روح شوف روح شوف الذكاء الاصطناعي قول له صلي ركعتين وشوف سيدي ربي دوك شوف الذكاء الاصطناعي صافي بليزير انت دوك انت اضرار دوك ان شاء الله كيفاش راك تشوف هكا اضرار تاع غدوه كيفاك تشوفها دوم بدي حفظ الله أنا بنا نتقدموا لواحد الدرجه الحفيظ الله نطردقوا كاع في لافريك ان شاء الله يا ان شاء الله يدوك تولي اضرار بروميير في لافريك في الزراعه انت الحا والحصاد وهاد الصوالح الزرع نولوا حنا البلد المصدر مع جالي الشركه القطريه انت الزراعه انت البقر بتولي بروميير في لافريك انت الحليب وكاع
اودي تبارك الله غير الله يحفظنا وخلاص. ايه نورمال ان شاء الله تولي ورايحه تولي وراح نشوفه اكثر ان شاء الله. يعني متفائلين خير ان شاء الله. ان شاء الله والو كلشي ان شاء الله نتفائلوا. دوكا نقدروا نقولوا باللي الايام اللي جايه خير من اللي فاتت. خير من اللي فاتت واه مع الدوله راهي واقفه معنا وعمي التبون راه واقف معنا. يا ودي اللهم صل على النبي. منا على القدام نشوفوا حاجه كبيره. مع تولي اضرار بواب طلافريك عن صح موش لا الكلام هكا عن صح بواب طلافريك في الصراحه في كلش. غير اللهم صل على النبي وصي. عليه الصلاه والسلام. وصلت لواحد المناطق اللي يقول لك محال انها توصل ليها الارض البشريه الرجل البشريه لديك البلاصه لحقتها ولات جنه. والارض نتاعنا زعما كما يقولوا مش ارض قاحله ارض غنيه بغات لا اللي يلوح انت عطيها تعطيك. هادية مي كاين ناس قالوا لنا ذكاء اصطناعي خويا العزيز قال لك ما كاش منها وكيفاه؟ ما نكذبش عليك انا ما كاش عندي حتى فكره على هذا بلي عندنا صور هذا ما على بالكش بلي عندنا لا كي دخلت هذا نتاع السوشيال ميديا قعدت نشوف هانو عرفت بلي بلاد قلت لك كي تلاقيت بهذا الحاد الكمان داخلين تلاقيت بهم انا في الطريق سمع على باليش تاع واش كي دخلت اليوتيوب قعدت نشوف شفت هذا ما نكذبش عليك مبارك كنت حاسب بلي بلادنا في هاد الحوايج هادو ما نكذبش عليك كنت حاقرها والله راك تحاقر قول والله والله ما كنتش داير بلي راه صايع كاع لا لا مليح كي الانسان يهضر الحقيقه نستعرف بك صح كنت حاقرها والان كي شفت بعينك وشنو؟ الحمد لله واش نقول لك والله لا دوك شغل فخر فخر لينا هنا زعما هنا مازلنا في اضرار و اضرار قد ما رانا ندورو قد ما رانا نكتشفوا حاجات فريمون نيفو عالي كي نقول لكم نيفو عالي هنا بار اكزومبل رانا في هنا اكزاكتومون رانا في الحافظ الصغير ديروا في بالكم انه كاينه جمعيه لهنا فيها حافظ الصغير فيها الصحفي الصغير فيها المزارع الصغير فيها الفلاح الصغير فيها الصحفي الصغير فيها كل 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 حاجة. رئيس الجمعية هنا شكون هو؟ الوالي. الوالي هو اللي يحرص شخصيا باش يكبروا هاد لا جينيراسيون تبارك الله بالدين اللي هو الساس هنا في هذه الولاية على باز والعلم والخدمة. معليش بلوش دي ديتاي شيخ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وش راك شيخ؟ الله ينورك مستدير الكريم الحمد لله. الله يحفظك. شيخ وش راكم؟ بخير وعافية لاباس. الله يحفظك. الله يحفظك فريمون راني فرحان كي راني معك. الله ينورك مرحبا بك شيخنا. وش تعطيني نبدأ على المقر هنايا؟ ما شاء الله. أولا مرحبا وسهلا بكم سيدي الكريم وزيارتكم لنا شرف ونور وكرم وأي مكرم ومرحبا بكم. في هذا المكان اللي هو مقر الحافظ الصغير. هذا المقر العامل بالقرآن وبتعليم الصغار لكتاب الله تبارك وتعالى هو عبارة عن ثمرة ونتيجة ويعني خير أخرجه وغرسه سيد الوالي العربي بهلول. فكانت الحافظ الصغير هي السمة والصبغة العصرية للمدرسة القرآنية التي تزخر بها ولايتنا المباركة الطيبة لأننا نعرف أن ولاية ضرار هي خزان القرآن وبها المئات من المدارس يتمدرس فيها الصغار والكبار. فكانت فكرة الوالي أن يبدأ مع هؤلاء النشأ ليرتقي بهم إلى معالي الحفاظ والعلماء والأئمة والدعاة. فكانت هذه البذرة المباركة الطيبة اللي هي قائمة على سوقها فيها يدرس القرآن وفيها يتلقى الحافظ الصغير كثير من العلوم كعلم التجويد وعلم القرآن وبعض العلوم التي يحتاجها في حياته. فحقيقة كان هذا الصرح وهذا المقر شيء عظيم وكريم تبارك الله. هنا باش تشوف بلي اون جينيراسيون تبارك الله راهي تكبر على الدين وعلى العلم فريمون صافي بليزير. كيما هنا انا داخلين الكلاس هنايا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة
شكرا. استاذ كيما هاد الاولاد هادو ما واش راهم يقراو؟ هادو النشأ الصغير من حافظة خمسة أحزاب والبداية في الحفظ يجلسون هنا على مقاعد الدراسة حتى نعطي للمدرسة القرآنية صبغة عصرية وصبغة يعني تواكب التطور وتواكب المدرسة التربوية، بحيث أن الطفل الصغير حينما يأتي إلى هنا يعني وإن كانت المدرسة الأولى حينما كان يجلس على الفراش وعلى التراب فيها ما فيها من الخير والبركة، لكن هذه النقلة التي أرادها السيد الوالي بارك الله فيه كانت يعني بمثابة يعني إضافة عظيمة وجليلة للتعليم القرآني. أستاذ حياك الله. حياك الله ومرحبا بك سيدي. شكرا. وفتح الله عليك ومرحبا بكم، حللتم أهلا وزلتم سهلا. نحن في مقر الحافظ الصغير نرحب بكم من هذا الصرح في مدرسة ومقر الحافظ الصغير، ونحن ندرس كما ترون أحكام التلاوة وأحكام التجويد بداية من سورة الفاتحة إلى آخر سورة البقرة. مرحبا بكم تلامذتي الصغار من الحافظ الصغير، اليوم إن شاء الله سنستأنف وسنبدأ مع بعض قراءة من هذا الصرح ومن هذه المدرسة من مقر الحافظ الصغير. نبدأ التدريس ونبدأ أحكام التلاوة والترتيل والتجويد في سورة الفاتحة. بداية من سورة الفاتحة، أنا سأرتل وأنتم ستعيدون معي لكي نتعلم النطق الصحيح لسورة الفاتحة ترتيلا وتجويدا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك وإنما نقول إياك نعبد وإياك نستعين. عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين كذلك في الأخير نأتي بست حركات في المد اللازم للكلم المثقل. بارك الله فيكم. شكرا أستاذة، بارك الله فيك، بارك الله فيكم أولادي، ربي يعاونكم، يعطيك الصحة أستاذة، شكرا. هنا عندنا القراءة الجماعية، ترتيل جماعي، يعني اشتهرت ولاية أدرا الكريمة بقراءة الحزب الراتب، بحيث كل يوم بعد صلاة المغرب بين المغرب والعشاء في جميع المساجد فيه الحزب الراتب الذي يقرأ بحيث يختم كل القرآن كل مرة في الشهر. أضفنا في هذا المقر الحافظ الصغير من خلال هذا القسم الحزب الراتب، لكن بطعم التجويدي والإحكام والترتيب. أستاذ شحال راهم حافظين هنا؟ يتفاوتون، فيه من يحفظ القرآن كاملا، فيه من يحفظ 40، فيه من يحفظ 30، فيه من هو يعني في سلم الحفظ على مستويات مختلفة، فيه من ختم وحفظ فيما في الجالسين. بارك الله. الذي يصلى النار هي وجوه بعد ما كنا عند الحافظ الصغير تبارك الله، شفت ولاد تبارك الله اللي قارين كتاب، كل واحد وكيفاش، متعطشين للعلوم الإسلامية تبارك الله وقراءة القرآن تبارك الله، صافي بليزير. هنا تعرف أنه الولاد صغار هنا كاينه اون ريلاف مليحة، يعني الجيل اللي فات ربى والجيل اللي راهو جاي لا خوف عليه، صافي بليزير. أما الآن هنا كاين نادي الصحافي الصغير، هنا أحيان تلاقى بولاد صغار يقراو في مدارس، كل ولاد وين يقراو لا فونكسيون تاعهم الخدمة تاعهم صحافيين، واش يديروا؟ يديروا دي بوست فيسبوك ولا يبعثوا إلى السيد الوالي يطرحوا له مشاكل، زعما بار اكزومبل انا حابين يكون عندنا سطات تيف منا ولا سطات تاع غازون ولا البلايص اللي فيها كيما نقولوا ازدحام مروري ولا سي دي ديكلونشور دالرت اللي حطهم سيد الوالي، فريمون صافي بليزير. دوكا نطبطبوا نشوفوهم. السلام عليكم. السلام عليكم الصحافي الصغير، واش راك؟ لاباس الحمد لله. راك بخير؟ بخير الحمد لله لاباس. اي قول لي هنا وراني.
هنايا راك في المقر نتاعنا نتاع نادي الصحفي الصغير لولاية أدرار، وهنا كما ترون بعض الصور لنشاطاتنا منذ أن افتتحنا نادي الصحفي الصغير لولاية أدرار، وكما ترون يترأسه السيد ولي ولايتنا السيد العربي بهلول. يعني سيد الوالي ولاية أدرار يعني دالكم مدرسة تاع الصحفيين، وزاد حاكم جمعية واحدة أخرى تاع اللي جودوا القرآن والناس اللي تعلم تقرأ القرآن، سي صح؟ نعم. تبارك الله، واش تقدر تقول لي على سيد الوالي كيدالكم هكا؟ صراحة أقسم بالله أشكر السيد الوالي، هذه نعمة مستحيل يحس بها إلا من حصل عليها وهو يفتقدها، فشكرا للسيد الوالي على المقر الذي أنشأه لنا، ولا يمكن أن تعبر اللسان عن مدى الفرحة التي نحن الآن فيها، لأن السيد الوالي قام بتدشين مقرنا نادي الصحفي الصغير. وتعالوا نعرفكم عليه. كي نقولوا والي ما نقولوا صافي دير والي، نقولوا الطرقان ولا نقولوا استثمار ولا نقولوا كذا، نو الوالي تاني يا ربي. الوالي هو عبارة عن رئيس جمهورية في المحيط تاعو، الوالي راهو يخلق اون رولاف مليحة. قول لي خويا العزيز وانت واش دير؟ انا ندير صحافي ومصور. الله يبارك، اما لا دوك نروح للصالة تاعكم ونعرف واش راكم ديروا. اي احبابك واش راك؟ لاباس. قول لي انت واش دير؟ انا هنايا نقدم في استوديو خاص بالحصص. وشنو لا سبيسياليتي تاعك؟ الحصص تاعك وشنو؟ اجتماعية رياضية؟ اجتماعية، نهضر على النادي. هنا منبر ندوات واللقاءات الصحفية لضيوف النادي، ومن هنا مر السيد الوالي والسيد وزير نقل وضيوف آخرون شرفوا نادينا وألقوا كلمات تحفيزية ملأت قلوبنا بالمشاعر وزادت ثقتنا في أنفسنا. تبارك الله، هذه عجبتني. بسم الله الرحمن الرحيم. من الأستوديو الرياضي الذي نستضيف فيه الأطفال الأبطال ومختلف الرياضيين، كما نقدم الأخبار الرياضية المدرسية ومختلف الروبورتاجات الرياضية. شكرا. بارك الله تبارك الله. أنا الصحفية في قسم الأخبار، مرحبا بكم في استوديو الأخبار. أنا في قسم الأخبار نقدم مختلف النشرات الإخبارية الأسبوعية وكذا اليومية ومختلف النشاطات الخاصة بالأطفال، مرحبا بكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، معكم الصحفية الصغيرة أروى رقية بن عابد من نادي الصحفي الصغير لولاية أدرار. نحن سعداء جدا بضيافتكم، نحن الصحفيين الصغار جيل المستقبل أبناء الجزائر. Thank you for your honor and visit. I'm the junior journalist Arwa Ruqayya bin Abd. I'm glad to have interacted with you. Thank you so much. سيد الوالي. سيد الوالي راهو يخلق لنا أرمادة كبيرة من أضرار وحنا الأخبار. أما الاسم مدام، واش راكي مدام؟ وانت واش تخدي تقولي لنا مدام؟ بيان سور، مرحبا وسهلا بكم. الحلم يتحقق يوما بعد الاخر. اليوم راكم عندنا وفتعلينا تنيت يعني ميكروفونات عديده اللي برزت هذه المواهب. انا مدربه هذا النادي لله الحمد، واش عطاني ربي في الاعلام وشحال عطاني في قلبي، شحال نبغي الاعلام، راني نغرسوا في هذه الوليدات ما شاء الله. والله تبارك الله. استاذه نسقسيك، كيما هاد الاولاد هادوما كل واحد امام مجال في المدرسه تاعو ويديروا كيما نقولوا احنا خدمات انشغالات وكامل يمدهم الوالي، سي صافي فهمي هذه. تري بيان، شوف احنا رانا نحرصوا يعني وفق تعليمات مسيو الوالي باش فيه يعني اتفاقيه مع مديريه التربيه وفيه تعليمه يعني ان يكون صحفي صغير في كل مؤسسه تربويه. يعني عنده هاي نموذج آية مثلا، هاي بنتي نزيم، يعني هادو كامل تقريبا صحفيين صغار في المؤسسات التربوية نتاعهم. واش يديروا لنا؟ يديروا حوارات مع مواهب موجودة، تلاميذ موجودة في المدرسة، ينقلوا لنا انشغالات موجودة في الصفحة، أطفال نقلوا لنا انشغالات مؤسستها، مثلا ما عندهمش ملعب محشوشب، مثلا برا عندهم بزاف الرمال، طريق المدرسة تاعهم مؤسسة كما عندنا مراسلين، يديروا التغطية تاعهم ويبعثوها ويبعثوا لنا. عندنا مراسلين في أولف، في رقان، في زاوية كنتا،
في تسابيت، عندنا مراسلين وعندنا كذلك مصور صغار. دونك الصحفي الصغير في المؤسسه مشروع هام جدا، ونرافقهم يعني ينقل لي انشغالاته كامل، وحنا رانا نكونوهم ونعلموهم، ونحن نعمل على واحد الامتداد من المدرسه للنادي. كيفاش الصحافه يعني فيها تعبير، فيها استغلال واستعمال رصيد لغوي. ذاك الرصيد اللغوي من راه يجيبوه؟ يجيبوه من المدرسه، وحنا رانا نستغلوه يعني في هذه الخدمه نتاعو في النادي كصحفي صغير. يستعمل الامثال الشعبيه، يستعمل الحكم، يستعمل واش قراو من ايات قرانيه في اللغه العربيه من مصطلحات لغتنا ما شاء الله، يعني لغه الضاد ولغه يعني اللغه العربيه، لغه القران الكريم. نستغلو ونعاونوهم باش ما يبقاش غير يقرا في المدرسه وخلاص، لا، لازم يتفتح ويستعمل ذاك الرصيد نتاعو في النادي، وبالتالي يوري للعالم لغتنا ويوري له ما بجعبه ابناء الجزائر الصغار اللي هما جيل مستقبل. تبارك الله تبارك الله تبارك الله بالبزاف، صافي بليزير. نتمنى ان شاء الله تكون اضرار قدوه قدوه. شوف من ناحيه الدين، من ناحيه الثقافه والتعليم، تكون قدوه الولايات واحد اخرين ان شاء الله يديروا كيما دار السيد الوالي. عبالك باش تربي جيل هكذايا، ديروا في بالكم ما بين قوسين كاين مخطرات، كاين بزاف امورات اللي كابابل لي جون يروحوا ليهم. مي التربيه الحسنه تبارك الله، هاد لا رولاف هادو خيروهم انهم يكونوا في مهنه نبيله. من اليوم هكا راهم طالعين حين يطلعوا في حاجه مليحه بزاف. ان شاء الله نتمنى تكون هاد الولايه قدوه لبزاف بزاف ولايات. ويقول لك المتن العود اللي تحقرو يعميك. رئيس الجمهورية آمن بالمشروع وجسده في أمر الواقع. أضرار ورانا في أقصى الجنوب 500 كيلو على المالي، كي الناس تامن وتخدم والوالي يوقف على ولايته ويكون أن ترافاي ديكيب، يعني شعب ودولة، هاي ليك النتيجة. دين، سياحة، ثقافة، راكم شفتوا صحراء جديدة مع ناس فتحوا صفحة جديدة واسمها الخدمة والمثابرة. تحية الجزائر والعلامة الكاملة لولاية أضرار بوابة إفريقيا المستقبلية.